بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لدى مسلمين تاهو ملك استاتشوك تان كسر دوادا كتاب كي نور اليقين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كورمي ان خاصة نوحي نوتشوك تي درسيكي ان كورمي دقال كي بدر اما دولان كي بدر ان ولا ليال كتاب كنور اليقين صفحة دمركا بقول يطبا اينو كبلاب ان شاء الله تعالى درسيكينا مانتنا waxay noo joogtay saxaabigii markaa nabigu uu calayhi salaatu wasalaam lahaa yacni haddii aad goobtan dagaalka ku geeriyootaan waxaad gelaysaan janno balleceedu uu yahay maa bayna samaai waalardi inta u dhexaysa samooda adduunka iyo markaa dhulka inta u dhexaysa markaa ninkii markaa saxaabiga uu lahaa bakhin bakhin nabiguna uu lahaa calayhi salaatu wasalaam maa xamalaka calaa qawlika bakhin bakhin maxaa kugu kallifay inaad dhaahdo kelimaddan bakhin bakhin inaad tidhaahdid ow lahaa rasuulka ilaahayow waxa igu kallifay oo keliya anigoo rajaynaya ama rajo ka qaba inaan galo markaan way haddaba halkii baynu ka bilaabaynaa washtadda alqitaalu dagaalkii wuu kululaaday wa xamiya alwatiisu yacnii dagaalkii laftigiisii waa huray oo waa sii kululaada waa sii adkaaday wa ayada allahu lilmuslimiina bilmalaa'ika ملائكتي بارا مركا إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تاو كتا غيري بشرى لهم سي أيقو بشاريستان ولتطمئن به قلوبهم يسي قلوب تودو مركا أيقو حسيشو فلم تكن إلا ساعة مدير من لما تشوغن أما ساعة دب لما تشوغن حتى هزم الجمع عيدا كي قالت بواجبي وولى الدب وولى الدبرة يعني وين قدال تشيديين ويدب تشيديين وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون مسلمين تنوى الدبقى الشيو أيقو دلية يقفالنا يمركا محابيس كدقى يمركا عيدا كي قال هذا فقتل من المشركين نحو السبعين قال هذا وحا لقى دلية مركا تضباطا كدوات تضباطا يا لقى دلية ويا هاي منهم من قريش غير قريش يد وحا كم إذا هادت كي لقى اللاي عتبا ننكي لديه جروا عتبا بن الربيع وشيبة يا شيبة ابن الربيع والله بنينا ولا لا واي والوليد ابن عتبة يا وليد ابن عتبة وصدح لين اللي قد لي مبارزة ده ما يصير صبحي بل اللي قد لي وي قتله واي هي قتلوا مبارزة أول القتال صدح ده وحال اللي قد لي مبارزة ده ما يصير صبحي بل اللي قد لي دجال كبيلة وجيسي وعكلو كمي ده أبو البختري بن هشام نيكي لديه جريبا كون انتهي ده قوبتا دهالك سيدو كلاو حالو قد لي الجراح والد أبو عبيدة من الجراح انا أبو عبيدة وصحابي جيتو منك جند اللو قب شاريه كمي ده ان واحنا وي أمين هذه الأمة أمين كي أمن نيكي وقو أمين سنة ومد النبي محمد مجي عيسى وحالنا ده أبو عبيدة من الجراح أبيه جرح هانا يعني قبطة سوكو دينتي أولي بواحد دلي ويل كيسن مركابة عبيدة باد دلي قتله واحد دلي ابنه ويل كيسا أبو عبيدة دلي بعد أن ابتعد عنه كدي مركي وكفو قادي أبيه إنو دلا مرة بينه وكفو قادي فلم يزدجر كي ما إساقو مركا أضيق جرح لديه جرح إساقو مفو قانين إنو لدق الله ما أيو دوني سبحان الله ساسان مركا وكاك تخلصي أبيه وكد دلي وقالها سبحان الله وقتل واحد كلو دقال كلا قد لي أمية بن خلف نكي أمية بن خلف لديه ترى قال كاها ونكي عقابي ترى بلال بن حب بلال بن رواح بلال الحبشي أهل كحبت كدقة حوين كساري ترى أيا اللي قد لي وابنه يويل ودلي وأن في الأيام عيسى لديه ترى علي بن أمية وقد اشترك في قتلهما لبدو داس مركا دلكو دي مركي لديه واحد كقايب قلي جماعة من الأنصار كوح كمي دا عيدا مدي المسلمين تخاصة رير أنصاريد مع بلال بن رواحة وعمار بن ياسر وحانا كمي دا همركا بلال بن رواحة ونكي و أدون سنجري أيا كا أرغوستي نكي و كو أدون سنجري دقالكا يعني مقالة دا مكا و يعني قورتك غحدي تري حدكها دادكا والان لودي بي تري نكي باهلا مركا سبحان الله
وأكو قيلية وأكي لها لا نجوت إن نجا بد ما دي ما هي ما تهدو بد بعد كاسي لبدا إذا متكا يبا لواي متكا يبا دي مانايا. على كل حال قصد روياني إن بلال بن رواحة وحو كاشدي عيدا مدي مسلمين ترين أنصاري دوانا لغا تخلصيني كا إلا ما يوكا قبو بي مركا سيدي لو الدلايي سيد أسفان كبحيني كلا بيه جرى أمية ابن خلف واي. وقد سعيا في ذلك لما كان يفعله بهما أمية في مكة سبب تكوك اللي افتنا وحيا هيد يعني وحي أمية بن خلف وكلك عجري بلال بن رواحة يا عمار بن ياسر با مركي اي مقالة مكة جوغين يا أدونسي بيك أرغوستين. ومن القتلى ذاتك اللي الدليل دقالك بدر لقود دليل وحاكم دا حنظل ابن أبي سفيان أبا سفيان ويلكيسي عرد اللي قلنا نيسي تري لديه تري انا باس انا يا ابا حنظل لديه تري اي اسنا قوبتا قد انتي وحكرا قد انتي ابو جهل هبار قبيه امام العنك لديه تري ابا جهل وي ابن هشام اثخنه وحمرك داوعي وداوع حليس قد افتي فتيان صغيران من الانصار لبويل او دلن يرأه او كمدر الانصارد او لحيت من جرأه ولا لنا آها رنتي وحقه يد ولا لك آها. ومعاذ بن عمرو بن الجموح إي معوذ بن عفراء لبدان أي الدلمة كابا جهل وي واي أن وأجهز عليه عبد الله بن مسعود وحان مركا يعني سوى النفتي اسكب قريسه والدقيقة دي هي وجود بيسي سين نفسنا يا الدنيا دا من الشيسة أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تجي isaguna wuu ka aargoostayo dee waa ninkii cabdilaahi ibnu mascuudna subxaanallah magaalada marka markuu joogay abuu jahal siduu u geli jiray yacni dhirbaaxa ayuu ku dhufan jiray wuuna dili jiray waanu tumi jiray markaa subxaanallah marka waa ajhaza calayhi nafti buu ka jaray madaxana uga gooyay run ahaantii cabdilaahi ibnu mascuud waay. waqutila waxaa kaloo lagu dilay goobtaa dagaalka nufayl ama nawfal ibnu khuwaylid ninka la dhaho qatalahu waxaa dilay caliy ibn abi aalib ayaa dilay markaa waay. وقتل وحكى له لقد عبيدة نكلا نهض والعاص بن ربيع يعني أما عاص بن أمية بن جدا لبدا أن والد لي والد أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية سعيد بن عاص أبيه سوى صحابي وأبيه عاص هنا قبت دجالك لقد لي. وقتل كثيرون غيرهم رق فربدنا غير قريشادة أو تضبات نينو مدحديها أي قبت كنفوايي. أما الأسرى هذا بدك إلا قب قبتي أما لا قفاشي أما محابيست النقدة أيها السومة فكانوا 70 أيضا يبنى تضباطنا ياهاين وقتل منهم قتل منه عليه الصلاة والسلام رجل لقبتي وحالة قد لي نبي وحو دلي مركا دور نمبو دلي وهو راجع نسوى صلى بني يعني ما كي قبتي دقالك أي دماتي دقالك بدر مركو صلى بتي ركم إذا مدح دي يعني ugu khiyaarada badneyd oo la qabtay ayuu nabigu markii dambe farayn la dilo waayo maxaa ka mid ahaa Cuqba ibn Ma'id habaar qabi Cuqba ibn Ma'id ninkii dhabarka nabiga calayhi salaatu wasalaam ka saaray mandheerta halaash mandheerta hasha saari weeye subxaanallah ee welibana halkaa qoorta cunaha kaga xidhay go'ii ama marada si uu nabiga u dilo calayhi salaatu wasalaam ka waa la dilay markaa waxa la yidhi أدو محبوس نوما نقني سيدو اللي مركا سبحان الله. ففاضت روحه وهو كافر نفتي واحد كبه دي سوغو قال والعياذ بالله سيدو كلا واحد كم إذا أني منك اللي قبتها دينا لغو حكومي دي الكنيك لدو أن نظر ابن حارث أو يساقناها بين عليهم ليه جري محمد سبحان الله هدي واحد وآخرين يا قصوين يا تاريخ تهي أنا واحد ندونكو آخرين يا مركا أن قصوين كي بقر كي كسرة أما بغر كي فارسيين تا إيك ناغاها هلسايا غينات كي ويردن جري إسنا ديب تبادناها بارقبها نوال الدلي سنغنا سببتنا وحيا هاينا لذين كان بمكة من أشد المستهزين وحيا هاينا لبداسي مقالة دا مركة مركي لچوغي كوي وغو چاس چاس كبادنا نبيغا إيا مسلمين تبا واي. وكانت هذه الواقعة تعددنا مدقال كان وحو دعي في 17 رمضان تطبية طبعا كي بشر رمضان أيو دعي وهو اليوم الذي ابتدع فيه نزول القرآن وانا مالنتين اما هبين كيو بلابا مي سود جدا قرآن كريم كان بشهر رمضان الى هو كي قرآن كلها شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن بشهر رمضان قرآن كو سود جي
habeenkii qur-aanku uu soo degay waxyigu bilaabmay waxay ahayd 17-kii bisha ramadaan waay sidoo kalena waxaa dhacday bishii marka bisha waxaa dhacday macrakadaas iyo duulaanka marka lagu kala saariyay xaqa iyo baatilka wey wa bayna taariikhayn 14 sana qamariya kaamila intii u dhaxaysay marka qur-aanku markuu bilaabmay waxyigu inuu soo dego iyo duulaankaas iyo macrakada iyo dagaalka bedel intii u dhaxaysayna waxay ahayd 14 sannadood oo buura ah marka laga tirinayo bisha qamariga ah ama dayaxa la tirsaday ee taariikhda hijriga wey وقد أمر عليه الصلاة والسلام نبي قوح فري مركا بالقتل تدكي للدلي نايو فري مركا إن لا آسو فنقلوا من مصارعهم التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بها وحلق قادة تدكي دنتي مركا قوبه أي كل دنتين نبي قو كور رمي تشري سوى مقالة مكة جوغة ولها ابن مسعود بحديث كوريني وحديث سنعين كوساروري يعني والله وح مركو هباري مرك اللهم عليك بأبي جهل اللهم عليك بعتبة وشيبة ووليد مركو النبي هباري وكي ابن مسعود لا لن كن دارتين دماني تو النبي هباري أما ومقا عابي قوبتي أي كودنتين وحي يهي الدقال كبادر بي كودنتين النبي قابا كورمي يعني مصاريع دا ميشا أي كودن من يعني نفتو كقبحي سو العياد بالله رب العالمين يقو قالا وي قبل حصول الموقعة إلى قليب بدر انت عند قال كبدع أي نبي كور مي وحنا لقو قري ميت كود قليب بدر عيل مركا قليبة وبدر كويا لون لجرن عدة قضي أي لقو قري ميت كود يلو سوي لأنه عليه الصلاة والسلام محايا للنبي عليه الصلاة والسلام كان من سننه سندي سوحا كمدا هيد في مغازيه مركو دولان كمركا وكوكا عيو اما دولا يو اما دقالما يو إذا مر بجيفة إنسان هدو صامر ميت قف قف ميدة هدو صامر أمر بها وحو فري تري مركا إلا صوف دفنت مركا ولا آسي تري ولا آسي تري مركا سبحان الله أما قال النقضة أما مسلم هالنقضة لا يسأل عنه مؤمنا أو كافرا مويدين ترين ذاتك أما مسلم بأما قال باكني أمركو أركو قف بني آدم ميت كي سلول كي لا حبال بلو قد يترو لغو أستوري تري سنة النبي جاي كمي داهاي ولما ألقي عتبة والد أبي حذيفة مركي هدبنك عتبة بن ربيعة إن إيه مركي ولالكي إيه ويلكي أو دلية يسمونه ده وليدة ها مركي لغو ردية قريب كامل لغو آسي أي واحد تري ويل أو دلية عتبة يسمونه مسلنا ها وابا حذيفة وي ينك لده ابن عتبة بن ربيعة وي ننك سميشة تاقناي مسلمين تدقال كلاقب قلت دقال كبدا سبحان الله أحد السابقين إلى الإسلام كان مدها سابقين تيقول ري إسلام تيك مدها مركو أكيا به مركا أو لغو توري قدك تغير وجه ابنه وحا إسبدلي وجهي ويلكي أو دلي مركا يا أبا حذيفة رضي الله عنه با إسبدلي ففطن الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك نبي وفهمي عليه الصلاة والسلام رنتا وفهمي أو لسعدي فقال وحو كده مركا لعلك دخلك من شيء من شان ابيك شيء وحديع كريسا ابا حذيفه ان ابها كنحضيو وحن اي قلبك اون اي قلين فقال وحده نك ابا حذيفه لا والله ما يسلم مها الرسول الله ولكني كنت اعرف من ابي رايا وحلما وفضلا وحده ما يسلم ما هي حساها توحي هي رنت وحوي ابه وحن كو اقن بيوري نين اركتله نين دلقادله نين ديقسي ايام كو اقن فكنت أرجو أن يهديه الله للإسلام وحنا الرجينين والله كسو هنوني يمرك إسلامك فلما رأيت مركا نركي ما مات عليه وحي وكل انتهي قالني ماذا هيد مركي وكل انتهي أحزنني ذلك أرين تسي مروق جليسي يعني مروقي وما هي سبوري نين ما أباهي النقطة مهل كيس هالنقطة تذكر دم وذا دي مانا يعني لكن وحا مروق له أو وح لغن حقه إنه كل بنت مركا والعياذ بالله كفر إيا قال لمو تاسا مركا يورور جليسي بويري واي فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بخير نبي مركا وادعي يو خير بوغ الدعي صحابي جيسي أبا حذيفة ابن عتبوي ثم أمر عليه الصلاة والسلام براحلته مركا سنة بيقول حفري يعني هشي وكسفري فشد عليها والله جيجيشيا موا يعني سفر كيبا لود دياريه حتى قام على شفة القليب الذي رمى فيه المشركون أما رمي فيه المشركون دبدنا يعني هشي بسوى سارا
oo markaa hashii la istaajiyey ayuu nebigu wuxuu istaagay godkii ama ceelkii lagu guray meydkii gaalada afkeedii ama afaafkii hore ayuu istaagay markaa. فجعل يناديهم وح بلا مكان وجرا مودواق بأسمائهم وأسماء آبائهم إسقوا ويريا مجعيدو دي يا مجعيدا أبياشود يا فلان ابن فلان أي الله وارهب لنا هبلو يا أبا جهل ابن هشام أبا جهل كي ويلكي هشام دليو يا أبا البختري يا عتب ابن الربيع يا شيب ابن الربيع يا وليد ابن عتبة رقيبة يا عقبة ابن معيط يا نضر ابن حارث رقي قال دي ما شكول انت يا أمي ابن خلف مد مد بوغو يا ريما كان نبي ما كان محو يري أيسركم أنكم كنتم أطعتم الله ورسوله ما إذن فرحت قل الله إنا تهرمين الله إيدينا ما أدعي الله إيدين إله يا الرسول كيس فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا daba haanti waanu helnay annagu wixii alla noogu yaboohay oo ahayd guul ina idinka guulaysane fahal wajadtum ma wacada rabbukum xaqan idinku ma hesheen wixii alla idinku yaboohay oo ciqaab ahaa walciyaadu billah faqaala cumaru cumar ibnu alkhataab ba meesha taagnaayo wuxuu dhahay yaa rasuul allahi rasuulki ilaahiyo maa takallamu min ajsaadin laa ruwaaxa fiiha yacni waxaad la hadlaysaa جيد أما داد ميدة وان روح لهين أما قد جيفو حديث كساسو معنيه سوا يعني قلفي داد كانو ودا قلفي مر كان نفتي ايكا بحدي سيدي با سبحان الله أدو لهاد لك ريسا فقال وحو ده النبي مركا والذي نفسي أبا والذي نفس محمد بيده وحان كو دارتي كاي قعنتي سو نفتي دو اي قعنتي سو كوشرتان كو دارتو الله اهي إله من كو دارتي بو يري ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إذن كوي كما مقل بدن دين وحن كله معناه وين مقل ينوي وياه يعني وين مقل ين هاو كان أول إسكو خلاف هايو واتد خلاف كوين عن كاهي جروي علماء قارنا إدهان قف كدين تو مقل مركز سبحان الله ذاتك يعني أدعين يا مسوسيار تو مقل ين علماء كلنا إليهن مايا إما مقل ين وتقول عائشة عائشة وحيت رضي الله عنها قال الله كهذا إنما قال النبي وحده هاي بيتري إنهم الآن لا يعلمون أيقوا إمك وأجيهن معناها وحي وجد مودهن النبي وي مقل يعني وحده هاي وي وأجيهن إمك ما ول أجيسي وي جرنيان إن أنما كنت أقول لهم حق وحيان كده ترين وحق هاي مك ولا صعدان ثم قرأت مركز آخر ذي آية قرآنك فإنك لا تسمع الموتى رسول الله وادك من مقشيسد يعني كعد انتي ور من مقشيسد وما أنت بمسمع من في القبور أما أدق من مقل سينيسد أما ما يعني كمدق سنيان مد قبر كجر مركا ولا رواية ها ساتشرو علماء ها ولا سكو خلافة ولا وين راجع تهي قيان يعني إن قف قد إنتان مقلين إلى هي هو قال يعني سبحان الله تقول مركا يعلمون ذلك حينما تبوأوا مقاعده من النار وحي لا مركا عايشة يعني أن وحي قرتين حقي ونبي وشي قتري مركي أي فريستين بوسكو دي النار والعياذ بالله أي مركز يقين صدين مركز يوقادين وحي النبي وشي قترين حقا هيدوي فلا يؤمنوا محي حتى يروا العذاب الأليم يعني مروا ما يعني لما يعذاب كأليم كمدرنا كأركيان يعني والعياذ بالله وقال هذا ماذا هذا قوي ونار تمرك قلان بو براروغ ينتا كرودنا مران يضاد بو كجرا والعياذ بالله ثم أرسل عليه الصلاة والسلام المبشرين دابا دي النبي عليه الصلاة والسلام وحو دري مركا ان داد مركا ان اسي بشارية magaalada Madiina yani dadkii joogay oo si bishaareen oo u sheegaya maxna in dagaalkii ay ku reeyeen muslimiintu ay ku reeyeen way ama ay ku guuleysteen farsal abdullah ibn abi rawaha li ahli al-aliya abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu aya waxa loo diray isaga ahli al-aliya oo magaalada Madiina xaafad kamid ah ayaa marka magaalooyinkeedii sare ama xagga sare ahaba leedii adigu aad oo dadka markaa u bishaareeyay inuu nabigu iyo muslimiinta ay gacan sareeyeen wa arsala Zayd ibn Haritha sidoo kale Zayd ibn Haritha na waa la diray isagana li ahli safila xaafadii hoose ama sokeysay baasna loo diray raakiban calaa naaqati rasuulillah
isagoo saaran marka yani hashi rasuulka alayhi salatu wasalam aan arinta markii ay arkeen gaaladu ay hashi rasuulka arkeen munaafiqiinta iyo yahuudi magaalada madiina joogtay waxay islaahayeen nabiga waa lala kacay iyo muslimiinta boo waa la soo jabiyey kolkii ay arkeen zayd ibn xarithu hashi rasuulka saaranna markii bay intay madaxa ruxeen bay waxay dhaheen maxaan idinkulahay waa ta hashiisii maantaba ninuu saaran yahay waa la soo jabiyey gaaladii baa markaa waxaa akhrinaysa munaafiqiintii iyo kufaartii yahuudda ahayd wa kaana almunaafiquuna munaafiqiintu waxay ahaayeen waalkufaar iyo gaaladii min alyahuud yahuudda ka mid ahayd qad arjafuu birrasuuli sala allahu calayhi wasalam walmuslimiin kuwa markaa ka been sheegay oo war markaa ku tidhi kuteena oo ishaacaa ka sheegay rasuulka iyo muslimiinta oo dhahay yacni nebiga waa laga reeyey iyo muslimiintii sidaasay sheegteen marka walciyaadu billah caadati lacdaai fii idaacati ddaraa yacni waa sida caadada ah ma dhaqanka ahad iyo jeeraale ee marka mushrikiintu ama gaaladu ay marka idaacadahooda marka dhibta ah ay kula akhriyaan weeye dadka marka ay ugu faafiyaan yaqsiduuna bidalika fitnatan lilmuslimiin yacni ayagoo uga jeeda oo hadafkoodu uu yahay inay fitno ka dhex abuuraan muslimiinta dhexdeeda fa jaa ulaaika almubashiruun wixii ay akhrinayeen yahuud iyo waxay akhrinayseen munaafiqiinba markan ayay baabaadeen waxaaba yimid dadkii warkii dhabta ah ogaa ama mubashiriinta ahay dadka khayrka ugu sheegayey bimaa sarra ahli almadiina warkiiba u sheegeen wixii magaalada madiina ka farxad gelinaya marka وكان ذلك وقت انصرافهم من دفن رقية حلقة كسو بيقمنا وحيا هيد مركي مركا لغا سو فارقي آن يعني آسيد دي لآسي اما دوغيس دي لدوغ يي رقية بنت رسول الله آن رقية او النبي قود الله عليه الصلاة والسلام وحنو سنيسي آن وزوج عثمان وعثمان بن عفان وقبير رضي الله عنه marka nabiga Uthman ibn Affan dagaalkii Badr kama qayb gelin sababtu uga qayb gali wayna waxay ahayd xaaskiisii oo nabiguna uu dhalay oo inantiisa daa ayaa ahayd ayaa aad u buugtay marka nabigu wakii ku lahaa si daryeel inanta marka iyadiina way geeriyeetay kolka waaba la aasay oo waa laga soo dareeray aaskeedii markaas waxaa yimi yacni nabiga saxaabadii uu soo diray ee uu lahaa u soo bishaareeyay magaalada Madiina in muslimiintu ay ka gacan sarreysay gaaladii Quraysheed waayahay ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا مركز مركان قافلة دي أما السفر كي النبي عليه الصلاة والسلام وحي وصول لابتي إن أي كو صول لابتي مقالة دي مدينة وي وهنا هل كاسا وقع وحا دعي خلف أما خلاف باوحر كدح دعي بين بعض المسلمين المسلمين تدحذو دعي كدعي مركز في قسمة الغنائم وحين خلاف كاسو كيمي غنيموي كلا غنيمي استي ايا لسكو قبصدي مركا سبحان الله لأنه وحي هورانك موسو دقين يعني رقنا وحيا هاين دي رقس يالا ورنور نين ديلي ومركا قفكي اي ديلين باي مركا وحي اي كفران كريين اما غنيمة اهاي كقادنين اما وحي قالا كيا عضي حوليه قالا دو اي كيا عضي ايا لسو غنيمي استي ارين تبا لسكو قبصدي مركا فشبانو دالين يردي يقولون وحي ليهن كنا ردا لكم فنشارككم انغو وحانا هين بي لين دالين يردي كوا ايدين كمركا ايدين لميدا او مركا وان ايدي كلا قيب غلينا وخي مركا غالا لغا دحسدي ولما كان هذا الاختلاف هذا بالضوء داس يا خلاف كاسي مركي وصول دح غلي مما يدعو اما يدعو الى الضعف يعني خلاف هذه ترى لنا وحو ددكا يعني ان وكينيا ضعفيه تمر يري يعني تمر يري صفوف تاع مصفك مسلمين تدحديده ويزرع في القلوب العداوه والبغضاء وحنا كو ابوريا قلوب تدد كما حي اسنعاي بينا اسنعان يعلنمو ايو كو ابوريا المؤديين الى تشتت الشمل تاسو كيني سمكا عداوة داسي يعني ان مدنمدو دا ما يعني ودا جيركو دو او وحقارو اما اينا كلا تفرارقان بس سبحان الله ارين تاسمكا ادعدي هدبا انزل الله حسما لهذا الخلاف إلهي باو سودك يا رين وكو غويي خلاف كاسو دمه لان عمر كوري وحي مو سودين بانو ندي لما نغرن القاب كلو غنيمه ده مركا سبحان الله لو غني لو قيمناي مركا إلهي با ايات سو بدجيي باب سوره الانفال يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين وحول ليها الله سبحانه وتعالى يسألونك رسولك إلهي وحيك ويدينيان وما يكاور سنيان ويكافت وضلبانيان محي
عن الأنفال، أنفال وغنيمة ده أما حولها مركا دادك قالت على قاطع حوله دي يعني قعنت اللي قد يجي أرين تاسدين لك يلي قل واحد كده هذا الرسول كلاه يو الأنفال لله والرسول أنفالك يعني غنيمة ده وحا قيبنا يعني إله يا رسول كيسا سبحانه وتعالى أيا قيبنا مركا أرين تايدينكو مد إذنك قعنت إنكو ترتا ما ها هديا وحا يعني غنيمة ده سبحنا أيا أو تلد دلقسوك يا الله يا رسول كيسا محمد عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله الله كعب صدا الله كدور صدا وأصلحوا هجاتي ذات بينكم وحيدين كيدين كده حينا هجاتي يوم مركا مصلحين نقضى وأطيعوا الله لنا أدعى ورسوله يا رسول كيسنا أدعى إن كنتم مؤمنين هدا مؤمنين تهدين وي وي فسطع على أفئدتهم نور القرآن تبدأ نوحى وكد عي مؤمنين تي قلبي جودا نور كي قرآن كي آيات كي قرآن كا أي مركا أصيبي سيدي بين مسلمين تكهشيين فتآلفت بعد أن كادت تتفرق مركا ويسوتي ميو كدي مركي أي كود واتين أي قلوب توكالا تكتكتو هادنا مركي آيات كاسي سود دقين أي اللي هشي وي وترك وحي وقت أمر الغنائم أرنت غنيمة كو سابسيسا وحلو دايي لرسول الله رسولك ألا لو دايي يضعها كيف يشاء ويسو ماشي كوها بون هادي مركا عيد الدنيا هسي مركا كما حكم القرآن سيد القرآن كو حكومي وي فقسمها عليه الصلاة والسلام وحو النبي مركا وقيب حوله على السواء سيسما وعدالة الراجل مع الراجل يعني نيكي اللوغين يي ايان فرس كسارنين اما هاشا سارنين ايا واحد لسيي ان اسكو ميد اهبا لسيي والفارس مع الفارس نيكي فردفولها اهانا يعني انتي لسيني يبا لسيي مركا والو قيب يوي سيسما وادخل في الاسهام يعني سهمية يدفت وحو وحكسي مركا بعض من لم يحضر يعني قالوا يكم إذا صحابة وان كقيب جنين دجال كبدر لأمر كل فبه سببتنا وحيا هيدي يجا وحيوجا قيب جلي وين أهرم الله تلا سارتي أولي إذا أهرم تاسدين وكوكو مشغول سنتيدين ما كعدو دار رسمية بهيستين وهم كواسي وحي كم إذا هاي المركة أبو لبان الأنصاري صحابي قال له لأنه كان مخلفا على أهل المدينة يسووا في مركة مجالة المدينة أي مركة سبحان الله ومخلفوها يعني خليفوها وسيسو مي تلدي دالوسي دي بوي والحارث بن حاطب بن كالده إساقنا وحالقا قيب قليا دافتي يحوله اللي بحين يبالسي سوغن كقيب قليا انتقالك بدر سببتنا وحي يدعو دور دار الرسمية أيوها يستي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول كلاهي با إساقا ودري حقي إن وحو ودري مركة خلفه على بني عمرو بن عوف ليحقق أمرا بلغه وحو ديرين رير بني عمرو ابن عوف سو أرينو سو حقيقيو نبيغو أوفري مركا واي سيدوك لو حكم داو الحارث ابن صمة نيكا لدوه إن خل إساقنا وخوات ابن جبير لبدا أن النوا حيقو ركو تشابين لأنهما كسرا بالروحة ماشا الروحة مركي لما ريبه تشابين وقعانتها من لقطيك تشابين مركا يقو نداو عبي آهاين فلم يتمكنا من السير يعني وما يصير صور توبين إن السعدان أو دعوة بين النقودين يجنا ولا جا قيد جليجي أو دفتو دي بلسيه وي وطلحة ابن عبيد الله سيدوك الصحابي طلحة ابن عبيد الله طلحة الخير طلحة الفواط وكم إذا طبعا الصحابي جند اللي جب شاري وسعيد بن الزيد أو يسمونه كم إذا طبعا الصحابي جند اللي جب شاري زعيد يعني حبيب من أحباء الرحمن يعني سنة كم إذا طبعا الصحابي نايا مركا يسجنا دجال كي بدر كما قيب قلين أو يجنا أهين مهمة أي الله دري مركا لأنهما أرسلا يتجسسان الأخبار وح الله دري سي أي ورسر دونه وكانان يعني قافلة دي عما سفر كي رير قريش دو ميل با الله دري يجا فلم يرجع ما يصلى بنين إلا بعد الانتهاء انتهاء الحرب إلا مركي دجال كي ودماد مهياني واي وحا كلو كميدا و عثمان بن عفان عثمان بن عفان و يسوغان دقالك بدر كاقا يبقلين إسنا والا سيا دفتي سي إيا مركا سبحان الله وحي وكلها مركا أيا اللي سيا سببتنا وحيا هاي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه على ابنته رقية يمرضها محايا لي رسولك أيا وحو كغتا جينا انتي سي رقية سيو سي داريالو ما دام ايبوكتو يوحنو سني سي وين قيريوتو وين قيشيقين مركا رضي الله عنها وحا كلو كمينة وعاصم بن عدي نيكا لدهو لأنه خلفه على أهل قباء والعالية يعني نيكاسنا رضي الله عنه سنوحا لقاقتكي
meesha quba la dhahdo quba markaa waaga magaalada madiine waxoogaabay ka yara baxsanayd iminka madiinun weeye gobolka oo dhan iyo isagana waxaa looga tala galay oo yacni lagaga tegay taladii meesha quba la dhahdo iyo xaafad saro halka iyaduna ku taala. Markaa kolka adigu si guud markaan u tilmaamno dadkii aan ka qayb gelinay cudurdaarka haysta iyagana yacni ghaniimadii waxbaa laga siiyey wey. Wakadalika ashama liman qutila bibadrin, sidoo kale waxa wax la siiyey oo ghaniimadii wax laga siiyey raggii ku dhintay dagaalka Badr, wahum 14 waxay ahaayeen muslimiinta, waxaa ka dhintay 14 nin ayaa ka dhintay. Markaa gaalada waxaynu nidhi 7 baa laga dilay, 7na waa laga qafaashay waayahay, muslimkana 14 baa ka geeriyooday. Minhum waxaa ka mid ah raggii geeriyooday Cubayda ibn al-Xaarith ابن المطلب ابن هاشم رضي الله عنه الذي جرح في المبارزة جرح في المبارزة الأولى كي لقو دعوة عوية اسي صبحي كواد واناقي كوار رميني مكي حمزة يا علي يا عبيدة يا صبحين حمزة يا علي لبادي نين مركي هروا كوي ديلي لكن وحا اسي دعوة عي مركا ان عبيدة ابن الحارث يا نيكي كسور جودة مركا عتبة ابن الربيع يا دعوة عي سدافسة ورنكا kolka dhaawac baa soo gaadhay muddo yar kadibna uu geeriyooday isaguna marka waxa la siiyey dheeftiisii oo dee marka ehelkiisii iyo ciddii marka dhexlaysay baa la siinayaa. Marka wey way fainahu radiallahu canhu maata cinda rujuuci lmuslimiina min badrin wadufina bisafra, wuxuu geeriyooday markaa radiallahu canhu muslimiintii markay soo laabteen ayuu geeriyooday meesha asafra la dhahana waa lagu aasay wey. Walama qaaraba calayhi salaatu wasalaam almadiina, markii nebigu magaalada madiina uu u soo dhowaaday ilaa warkii magaaladii madiina waa tii loo sheegay inuu sheeganay dad u bushaareynaya, markaa subxaanallah ayaaba markaa tegay talaqatu, waxaa ka hor yimi markaa alwalaa'idu caruurti, ubadkii la dhalay baa ka hor yimi, bidufuufi yaqulna yacni durbaan, durbaanka garaacida durbaanka, yacni waqtigaa waxaa jirtay durbaanka walaaliyaal walaw khilaaf buu jiro, laakiin yacni durbaanka waa la garaaci jiray marka xafladaha cursiga oo kale ay jiraan. Markaa subxaanallah ayaa markaa waxay akhrinayeen maxay dalaca albadru calayna min thanayaati alwadaaci wajaba ashukru calayna maa daca lilahi daaci ayuha almabcuuthu fiina ji'ta bilamri almutaaci, ducadaas ama waxaan leenahay nashiidadaas bay akhrinayeen oo kusoo dhaweynayeen muslimiinta iyo markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo guul markaas u hooyay. Waayo halkan waxaan u tegi doonaa ciwaan kale oo ka baxsan waxaanu ka warramin oo ah Asra Badrin, dadkii lagu maxaabiiseeyey ee maxbuuska ku noqday ee gaaleed ee markaa yacni subxaanallah gacanta muslimiinta ku jiray, maxaa laga yeelay ayaga? Waayo maxaa laga yeelay? Waxaa laga yeelay ayaga walamaa dakhaluu, markii ay galeen almadiinata magaaladii madiina, markii ay galeen nebiga iyo muslimiintu ay galeen, istashaara calayhi salaatu wasalaam asxaabahu fima yafcalu bilasra, markaasu wuxuu la tashaday nebigu saxaabadiisii wixii uu ka yeeli lahaa dadkan maxaabiista ah. Faqaala, waxaa hadlay Cumar ibnu lkhaaab ayaa hadlay oo wuxuu dhahay yaa rasuul allaahi, rasuulkii ilaahayow, qad kadabuuka, been bay way ku beeniyeen kuwani, nimanka maxaabiista way ku beeniyeen, wa qaataluuka, way kula dagaalameen, wa akhrajuuka, gurigaagii iyo deegaankaagii aad u dhalateena way kaa soo saareen, fa araa, anigu waxaan u arkaa, buu yidhi Cumar, intamkanani min fulan liqariibin antamkunani min fulan liqariibin lahu faadriba cunuqahu, inaad aniga ii dhiibto yacni ninka hebe la dhaho oo ka mida dadka aanu qaraabada nahay aan kurta ka gooye, watumkina xamza min akhiihi lacabbaas, cabbaas yacni xamze oo ahaa dee saxaabigii rasuulka ridwan allah yani xamse ibn cabdilmutalibna u dhiib oo u gacan geli walaalkii cabbaas ibn cabdilmutalib oo ka mid ahaa raggii yacni lagu soo qabtay maxaabiistii ka mid ahaa reer qurayshad la socday, markaa isagana u dhiib isnaha dile, wa caliyan calina waxaad u dhiibtaa min akhiihi caqiil, caqiil ibn abi aalib oo cali walaala ahaayeen oo isaguna reer qureysheed soo raacay, isna u dhiib isnaha dile. Markaas markaa nimankan ha u nixin buu leeyahay, ee wadalla وهكذا حتى يعلم الناس أن له أنه ليس في قلوبنا مودة للمشركين, سداها لولا يو نين والبوحد ديبتا سبحان الله نينك مركا وقودو سي لوغا دو إنا نو قلبي غيغا كتير وحش عيل أنو قبنا قالدا سبحان الله أر أركت دا شو سوچي دي مركا ما أرى أن تكون لك أسرى فأضرب عنقهم بولي, aragtideedu waxay tahay maxbuus aad gacanta ku haynaysaa ma jirtee qoorta ka go,
هؤلاء سناديدهم وحولكون وقالد مدحدودي وأئمتهم وهجامي ياشودي وقادتهم يولي بكوي مركات دي هجان كهي أي تلدك كويسوي. ووافقه على ذلك عمر وحارنتا كوافقي سعد بن معاد وكمدا هامحي رير أوس نيكي مدحدة وهام خاصة تشيلب كيسي رير بني عبد الله شلوي يا عبد الله بن رواحة أو سنك من الصحابة أنصارتا أي يجونا رأي جي عبد عمر بن الخطاب يجونا كان نقل وواحد دهن نمك هلا الله يو. وقال أبو بكر أبو بكر ما سنك مركن رأي جي سليمنا يا ركتديس وقال وحده أبو بكر أبو بكر وحوري يا رسول الله رسولك إلهي هؤلاء أهلك نمكني وأهل كاجي ورير قريشات وقومك وأنا قوم كاجي قد أعطاك الله الظفر إلهي بكسي جوشي وثلث الرئيسي والنصر عليهم ونتكاك عن الرئيسي أرى وحنا نقوار كبود عين أبو بكر أن تستبقيهم من ديسك الديسد وتأخذ الفداء وأنت كقادة تدقعن يعني قعن فرش أما قور فرش هاي سفرتان من كني يعني وحكا قاد لعكا قاد حولكا قاد هاي سفرتان لكن هاللين نيو يولي مركات فيكون ما أخذنا منه قوة لنا على الكفار أو حين كقاتنا هين النقطة دقالة أن نجو كحو بيسن وعسى أن يهديهم الله وحين أودوهم كوانين إلى هيب صاحنونيو مركا تشيد كوحبي أن كحرين وددنا وديدنا نمن كمركا فرها كقادو هلين إلى هيب صاحنونين كريي فيكون لك عضدا مركا يساهن هنونان وحابا ديعي كريسا إن أي قاشان إنو النقدان ومركا أي بمركا سبحان الله سيدي دعضي إنتو دي بدنا إذا مدد بدنا كميدي ويبا إسلامين ونبيك قاشان بابي ونقدان سبحان الله فقال عليه الصلاة والسلام نبيك وحوري إن الله إلهي ليولين وحوك العنا يا قلوب أقوام قل قلوب تقدتك قار يعني أما قوممك حتى تكون ألين من اللبن إلا ما يكن قوني سمحي متك العسان سيدا عانه وإن مثلك يا أبا بكر أبو بكر وأديك وحاب كل ميدا أما مثلك ومحي أما تصالها أجو أما قفك هذا لم تهي أركتدي سوكل واحد لم تهي أن مثل إبراهيم عليه السلام نبي إبراهيم وكل ويا الرأي جاب حلقي نبي إبراهيم عليه السلام وحولي قال وحوله نبي إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم إلهي بالله لا يوحى إلي وقوم كيجي فمن تبعني عد يعني يقرع على قوم كيجا فإنه مني أنا ويقمد يه وابدت كيجي يعني هدو يرعوي الرمايو ومسلمين أنا جاي لجرين بول ومن عصاني كي قالوا بمك يا عاصينا فإنك غفور رحيم الله وحده تهي ميد الدنب دافيا سبحان الله مركا هو أركتدي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وأي وإن مثلك يا عمر عمر وأديقنا وحد صالك هو مثل نوح نبي نوح عليه السلام أو يسمونه محوري قال وحده النبي نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ربي يو دولك هكجتين مد كم مد أهجال هكجتين دولك دشي سمركا سبحان الله والنبي نوح مركو هباري يقوم كيسي مركا لا ودا رأي بك لا قادتين أبو بكر وادي واحد قارته يا ركتدي يا رأيي إبراهيم عليه السلام يا عمر ابن عمر وادنا واحد قادته يا ركتدي نوح عليه السلام سبحان الله هؤلاء يعني النجوم يا واحد دقيه مركا مسلمين توي ورأى عليه الصلاة والسلام نبي يقول لكن سو رأيي سو رؤاها أو قاتي إلا يسقى ثلاثة وقدم بيساك قايس النبي رأي أبي بكر أركتدي أبي بكر بوقاتي مركا إيه هيدي النما كفرها لا يقال وي بعد أن مدح كل من الصحابيين كدي مركي والنبي وأماني أركتدو دو أماني لما صحابة ديوردن لأن الوجهة واحدة محايا لي هدف كوا مدكلي وهي إعزاز الدين هدف كود وحوا هاين دين تلوحوغي يؤن وخذلان المشركين قاردنا للدليو ثم قال لأصحابه مركز النبي وحوا كودها صحابة ديسين أنتم اليوم ما أنت يدينك وحاته دين يعني عالة يعني وفقر باتين وحبا فقر باتين هايبوني اللي هو مهاجرين دول كودي بالا قصو ساري او نما سو قحاي ويان او ان وحبا هيسنين مهاجر وي سبحان الله ما انت بركا فقر بايد هيسبوني فلا يفلتن احد من اسراكم الا بالفداء ان ولو با نك قبصتي اما غعنت كوغ جريانو كا بحسنن الا ما يو كبخين يا غعن فرشديس اما وكبخين يا وخي اسكو فرنين
qabso maanta faqriba bayna haysta nin walowba ninkaa qabso ilaa inta uu iska furanayo wey waay وقد بلغ قريش رير قريشيدنا وركي وا غاري ما عزم عليه الرسول وحو النبي او غان سدي با وركي با غاري اها ان من كما سبحان الله كعن فرش لغا قادو واي في امر الاسرى ارينكي كو سابسي سنه محابيستو ديوي فناحت على القتل شهرا بالبي مركا سبحان الله او اوينينا مو برورنين ان تتي كودينتي رير قريش الا تضبات نيمبا كدينتي سبحان الله تضبات قال اه ايا مركلي مركا سبحان الله كودينتي وا دولت دنو بارلمانكيدي يا غوليه وسيردا يا غوليه فولينتي وخيبا مركلي لا ديلي وي مدخدي قالد لبن ان مويان انتي كلو دون ولا لاي ابا سفيان ايو اها او بحثدي سوغي ونغي شغدينو سفر كلا بحثدي او دن كلا وقبتي يا ابو لهب ابو لهب نما كيو مقلني من كي قريش بلد ديلي ايو عرا يو عيل كو دنتي او كو بختي مركا وفاحي مركا وفاحي وقرمي ادو على كل حال مركي تبا دغ خان بي اهل كيسو كو تورين لما انا اسين بدغ احمد دوشا لغا ساري عيل يا عرا ايو كو بختي يا ابو لهبنا سبحان الله والعياذ بالله رب العالمين okay way maxaan dhacay markaa walaaliyaal aan arintii markaa maqleen buildan bay markaa qeylinayeen laakiin arin kale cajiib bay sameeyeen markaa walaaliyaal oo ah inay isu diideen oohint lama oynayo ilaan haatan hadii loo ooyay nimanka qofku markuu cariisan yahay ama yaani muruga badan ay ku subhanallahi ku soo daristay hadduu ilmaye ilmad waa rax waa naxariis oo oohinta mararka qaarkood naxariis weeye qalbiga way u qaboojinaysaa oo yacni wax badan oo qalbigiisa iyo laabtiisa ku jirtay ba ka deejinaysa iyagu waxay dhaheen ma ooyeysaan nimanka waa la soo argooniya ma ooyeysaan subxaana allah ayay dhaheen waayahay uma ushiira calayhi min kibaarihim allaa yafcaluu kadibna waxay dhaheen gaal madaxdadiiba waxay dhaheen yaan loo baroorduuqin marka kaylaa yabluqa maxamed isi aanu warkaasi maxamed u gaadhin waa asxaabahu iyo maxamed iyo asxaabtiisa jazcahum fayashmutuu bihim yacnii arrintaasi aan loogu yiiqyiiqsan oo aan loo odhan nimankii maanta waa taaso waa kuwa barooranaya qaylinaya arrintaas hayna ceebaynine aamusa bay dhaheen fasakatuu way aamuseen wasamamuu waxay go'aansadeen marka calaa anlaa yabkuu qatlaahum inaanay u ooyin dadkii ka dhintay bay yidhaheen ha u ooyina xataa ya'khuduu tha'arahum ila maa yaan ka soo qaadanayna markaa bitha'arihim aargoosigiisii ha ooyina bay ku dheheen markaa dumarkii waa laga mamnuucay caruurtii baa laga mamnuucay ayagii baa iska mamnuucay markaa subxaana allah wa tawaasawa fiiha baynahum anlaa yacjiluu fii talabi lfidaai lianlaa yataqaala lmuslimuuna fiih waxayna ku isu dardaarmeen in aanay markaa xoolaha ay dadka yacnii maxaabiista lagu furinayo inaanay la degdegin si aanay muslimiintu qiimaha sare ugu qaadin markaa marka waxaa la dhahaa walaaliyaal maadaama markaa dee oohintii ay isu diideen walciyaadu billaah oo ay dhaheen ha ooyina ayaa waxaa dhacday magaalada maka guri kasta qof baa ka dhintay ama inaadeerkii ama aabihii ama qof uun baa ka dhintay subxaanallah ha ugu batoomay ibnu khalaf ha ku soo xiga markaa reer bani makhzuum oo dhowr iyo toban nin ka dhimatay de markaa subxaanallah reer bani makhzuum oo ka mid ahaa abu jahal oo ka mid ahaa markaa dee raggii isla waaweynaa ay ka mid ahaayeen subxaanallah khaalid ibn walid ibn cutbay dee raggii gaalada xiliyadaas ay dhinteen maxaa dhacay walaaliyaal waxay dhacday iyadoo la iska aaminsan yahay oo nin walba afkiisa yacni afkiisa uu xidho aan la ooyeyn ayaa islaam baa markaa iska ooyday maalin ooyday way ooyday markaa subxaanallah dabadeedna niman baa soo diray waxay dhaheen rag baa dee markaa wa waxa la yidhi tolomyaa la soo ogolaaday oohintii oday kalaa markaa usoo soo farsameeyey oo soo ogaaday markaa wuxuu dhahay islaantii buu yimi wuxuu ku yidhi maxaad la ooyeysaa ma oohintii baa laysu fasaxay waxay tidhi maya ee awr baadi ahoo iga lumay ayaanu ooyaya gabay buu halkaa ka tiriya uu yidhi hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baa dhintay adna awr baad u ooyeysaa raggana waxaa la yidhi ha u ooyina subxaana allah adda waynu tagna markaa ciwaanka xiga oo ah alfidaau qaabkii markaa ay xoolaha loo bixinaya ama ay isu gacan furanayeen maxaabiistu falam yaltafit ilaa dalika almatlab ابن أبي ابن أبي وداع
فلم يلتفت إلى ذلك المطلب. أن أرنتاس يعني طلب كاميسان سيفيري نمبويري ابن أبي وداعة السهمي، وكان أبوه من الأسرة. نكاس مركا أبيه بايساق الله حبيسي مركا وحو دوني يسوي نانو كود دك دقين مركا يعني نانو كود وحو دوني عفو نقر عليها وحو دوني مركا إنو كود دك دقو إنو صوفرت أبيه وكوانا واكواي واحد كم ممنوعين واحد دهنها كود دك دقين هاتيك للعقتة لنقو قالي يسني. لكن نكاني ومو تشوشينين وحي أي قالدو يسوقون نستيحين يسوى أرضي بمركا سبحان الله. وكان أبوه من الأسرى محايا لأبيه باك من أهم محابيستا، فخرج خفية أي سوغو يعني قرصي قرصودي أبو بحي مركا حتى أتى المدينة إلا ما يقيم مقالة المدينة، وفدى أباه يعني بأربعة آلاف درهم. أبيه نوح كبحيي أفركن الدرهم أي كبحيي مركا سبحان الله. وعند ذلك بعثت قريش مركي نينكا سبب بحصدي وبلنتي وبريي أي رير قريش مركا أي ديرين في فداية صراها لعقتي مركا لغفرنيي تطكي محابستها، وكان أربعة آلاف درهم قفكي بأفركن الدرهم بل غفرني. ومن لم يكن معه فداء أن قفكي مركا أن هاي سنين وحو يسكفرته أما أهل كي سواري العق هاي سنين، وهو يحسن القراءة والكتابة لكن يقال نسيدا وحلو قراءة مسيدا وحلو آخريو. أعطوه عشرة من غلمان المدينة مقالة المدينة مسلمين تي أوبت كودي طبان ويل أما طبان عهور الله كينيا وحلورانيا يعلمهم واربربل اللي يهي وحقوريستا يو وح أخرين تبر إلمها طبان كاويل هداد برتيد وحقوريستا يو وح أخرسكا وح يكون نقونيسا فداء يعني ساسا حركو نقونيسا لقسيدني. وكان ذلك فداءه تاساو نقونيسي يعني محبوسك بحديسي يا تشالك بحديسي واي. ومن الأسرى وحاكم ذا هذا مركا سبحان الله محابيست وحاكم ذا عمرو ابن أبي سفيان ويل أبو سفيان ودليو مدنا ولا قد لو النجي شجنا لنا حنضلة يسقى ولا الدلي سبحان الله. أن عمرو ابن سفيان وويل كلاوس أبو سفيان ودليو يسقى محبوس بالنقل. ولما طلب من أبيه فداءه قال مركي أبيه لقد البدل العتي دلقو فرني ليري والدويل كاجبان هاي ناية دي حولا اسك صبيحي وحويري والله لا يجمع محمد بين ابني ومالي وحويري محمد كو ذا كل من ميسو المهيقة يا حولا هاي قبا العك تايدي يا حولا هاي قبا مرمى وذا بيحاني دعوه يمسكوه اسك دايبو رها قبصدو في أيديهما بدا لهم قعنتها وجبتين تيدانان. فبينما أبو سفيان بمكة هذا أبو سفيان إلى نين ماذا حبوها حيل قاسة يسوق المجال هذا مكة شوقة إذ وجد وحوه هري سعد بن النعمان الأنصاري نين صحابي سعد بن النعمان الأنصاري أبو هلا معتمرا أو إسكس عمري تجيبه هلا مركا فعدى عليه وكحد جدبي فحبسه وحري بابنه ويلكيس وحري مركا عمرو ابن أبي سفيان بوحري وحري يريد أن نين كان وحنو حيستا ويلكي كانوا حيستا مركا. فمضى قوم سعد تنكي سعد رير انصاري ذي مسلم كهاي سجن قوم كسبا وحوي مادين الى رسول الله رسول كي باوت تغين واخبروه وركنا ووشيغنا واحد دهين انا قال نبانا لقى قبصده اينو بالمحابس ده اسدافسنا مركا واي. فاعطاهم عمرا ففكوا به سعدا تبدا ادنا نكي عمرو بن ابي سفيان نفرها لقى قاد ولا سيداي ابو سفيان نكي سعد هابو سيداي ومحابس ده اسدافسنا واي. ومن الأسرى وحكم لو كم إذا هادت كمركا محابيست وحكم إذا أبو العاص ابن الربيع نكال رهضه وها الزوج زينب بنت محمد يعني نكي قبي زينب بنت محمد وها هيدي ننتي عراد النبي وكو عرتي هبلها وقويني نكي قبي وي وها مركا النبي ونبي مركا وصدق وها وي. وكان عليه الصلاة والسلام قد أثنى عليه خيرا في مصاهرتي يعني النبي يقول خير بدن بو كشيغ جري يعني حديد ني مديس نين خن مو اهين مركا ابو العاص طبعا مركا دنبو اسلاميه او ده صحابه الرسول كو كميد نقونيا مركا حتا او قالك اهان نين خن مو اهينو يعني سيدي حديدتي سي هوره اي يعني سيدي ابو لهب لبدي ويله او دليس او غلين اي لبدي حبلود بلو سو ودا فوري رقيه ام كلثوم سيدي نيكاس ساسو كلا دي لمو ميد اهين دي يعني و ودان جي وي حديد ني مدي الرسول كو هاجاجي وي. فلما فإنه لما استحكمت العداوة بين قريش مكي عداوة أي سوكا لنحق شيء رسولك ورسول الله يعني رسولك إله رير قريش مكي سوكا لنحق شيء بمكة النبي قلنا مكة وشوقي
طلبوا وحي كذا البدن، غير قريشيت بقى وحي كذا البدن من أبي العاص أن يطلق زينب كما فعل ابن أبي لهب بابنتي رسول الله، أما بابنتي بابنتي الرسول عليه الصلاة والسلام. وحي كدهن سيدي لبدي ويل اي ابو لهب ودري اي لها مركا لدن تري مركا عتبه يا عتيبه ابن ابا لهب وعتبه ابن ابي لهب يا عتيبه ابن ابي لهب وحي قبين لبدي هبلود النبي ودري او احد رقي يا ام كلثوم يا قبين دبدنا جلن عدان اي سو فورين او اي ولي بمركا النبي كان كو عاين عن دفنا كو توفن او دهن قادو هبلها كان مره بغورسن مين رير قريش وحي دهن أبو العاص أدوغنا سيدي لبدان إنو كلا دي السماء فأبا ودي دي مركا إساق ودي دي مركا سبحان الله فامتنع ودي دي إساق وقال وحنا ده أبو العاص والله لا أفارق صاحبتي حاس كي يقبو يولي زينب أنا والله كتي كمتي يقبو يولي إله من قرد عرتي دين ما يو أو يعني فوري ما يقبو يولي وأحب أن وأحب أن لي بها امرأة من قريش يعني عيد قبل رير قريش دو أن يعني وجه عيل بدن هنا مشرت يعني دافس إذا زينب بنت محمد بنت رسول الله يعني دافس سنية واي ولما أسر يا مركي هتبقى مركي سجى محبوس النقضي أرسلت زينب زينب وحي صادرت وزينب بنت محمد وحاس كيسا هيد يعني أي وحي صادرت في فدائه سي إنك دو فرت وحي صادرت قلادة يعني سلسلة الذهب كاميرا الدمر كوي حدان وايا لها كانت حلتها بها حلتها أمها خديجة ليلة عرسها واي هو يدد يعني زينب هو يدد واي وخديجة دي زينب هو يدد واهيد خديجة بنت خويلد واهيد حاسكي النبي أي وحي سيسي زينب وحي سيسي سلسلة الذهب أو أي هديدو سيسي مالنتي أروس كده سيسي سلسلتها دا خديج حاجة كانت سلسلتا خديج وحي كانت النبي محمد باوح هديدو سيي سوجكي سوجدي سيا محاسكي سي خديجة هاي مركي هدبا أبو العاص يا زينب أي سكور سدين هبينكي أروسك أيا زينب وحا لسيي هو يدد باسي سي مركي خديجة سلسلت دي بيت زينب صادر تاي أو أي دون تيني أو دي جي ديو لقفاشي أما محبوس وأه مسلمين تيني كفرات مركي. فلما رأى عليه الصلاة والسلام تلك القلادة يعني النبي مركي واركي سلسلة دا مركي واركي رق لها رقة شديدة يعني آدي آد بو مركي ود بع سناد قلبي جي سباتش العين النبي عليه الصلاة والسلام سبب تما قراني سأولا ليا وحصاح سوستي حاسكي سي خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها سلسلة دي مدب صح سست مدة شان سنة كهر جيريوتي رضي الله عنها وارضاها خديجة الكبرى أمها أم المؤمنين هو يدي مؤمنين تا خديجة رضي الله عنها نبي قمركي واركي يعني آدي أدبو أدبعي وان وجلع سنادي مركا وقال لأصحابه صحابة دي سنوح كلها النبي إن رأيت من تطلق لها أسيرها وترد لها قيادتها ففعلوا وحو كل رسولك رسولكو عليه الصلاة والسلام صحابة دي سي هدي آد زينب يعني او دي جي دو سي دين كرتانو سي داي سلسلة دي دنا هدادو علين كريسانو علي يبوري فرضي الأصحاب بذلك صحابة دي نتارا اللي بيكا النقدين فأطلقه عليه الصلاة والسلام نبي مركا واسكا سي داي ننكي لو ديه جرى مركا بالعاص وفره كقاضي مركا حربه كرنيجي بشرط شرط ما لو حدا يسقى أن يترك زينب تهاجر إلى المدينة إنه هو قلاده زينب إنه يوسف هجر وتم مقالة المدينة لأنه مركي هو واحد شوبت مقالة مكة أي شوبت أو ودي دو حوري نينكا قد اللي شوبسا سبحان الله طبعا نو كرر الشيء بل انتي سي وان هو قلاده زينب ويسو هجر وتي دعدر لير يقصر لير بلاد مركة سبحان الله فلما وصل إلى مكة مركي هدبا وتجي مركا نينكي أبو العاص ها مقالة مكة مركي وتجي أن أمرها باللحاق بأبيها وحو فري وأن حاسكي سي زينب هيد إن يوتك تأبه دوها رسولك إلهي وكان الرسول أرسل لها من يأتي بها فاحتملوها يعني عدبو الدري أن سوق الدن مركا أن أو كم ذهابا في ليا زيد بن حارثة رضي الله عنه أن سوق الدن مركا زينب بنت محمد ولما أسلم أبو العاص
فاحتملوها way soo qaadeen markaa magaalada Madiina ayay keenan. طبعا قصة dheer oo macruufa baa jirta oo markii ay soo baxay سبحان الله قالت قريشيد بقى وقاتي او وكوي هودج يا ما يعني ان سفر كي او كي اي سارنيد هذه كانت دو مركه هودج قول يا رب دوش لو ساري جرى قول كي راي سارنيد ايو ميدي كدح ساري ورن وكدح ساري ورن بوكو توري دابا دا نوي نحضي مركه سبحان الله حامله يا هذا اور بلا هي مركه وي دعيسه مركه سبحان الله ديك بانا كفرمي ديك جاسنا واتكيني اما سببتي مركه دمبه اني مدو كدب يعني سنه كي سغالاد مسديدات بجريوتين او جريوتو سبحان الله marka qisa dheer oo macruufa bay leedahay marka la ka warrami doono marka waa la soo qaaday waxay timi marka subhanallah magaalada madiina ayay timi walamma aslama abul aas isagu islaamay ibnu rabiic qabila alfath yani furashadi maka wax yar ka hor buu isagu islaamay radda alayhi imraatahu bin nikah alawwal wuxuu nabigu u celiyay xaaskiisi yani guurkii hore isku qabeen ayaa marka sharciigu uu ahaa marka hore way isqabteen muslim iyo gaalba laakiin kala noqoteen waa la kala mamnuucay marka hore ila aayad ba soo degay mamnuucaya in haweenida muslimada ay guursato nin gaala markii uu islaamay marka Abu Rabi' yani Abu al-Aas ibn Rabi' markii uu islaamay waxa la isugu meheriyay meherkoodii hore sidii hore baa soo qabteen wey way halkaasan insha Allah ta'ala ku soo gunaanadeena ana darsigeenii يا عاشر كان ينقو كسي قادي دوننا إن شاء الله تعالى ما ننتهي حتى يعني محابس ديك النبي عليه الصلاة والسلام وكو مركا كو حكومي إنا إسفرتان يغونا وحنا إسكفرتان مركا إيو عنان مركي دنباي ما نيسو النبي قال لغو عنان دونو محابد قادت العكت وقا قادت مركا أول اللو ده إيو رأيي عمر بن خطاب رضي الله عنه يا سعد بن معاذ عبد الله بن رواحة رأيي أصابي أهيد إني من كلا قالا دي ما ننتي قوه الرئيس إلا إسكالبا يا هيد إن قالا دي لدلبا يا هيد أقو الدنباي النبي إلهي سبحانه وتعالى وده يا محي وحي أد قادتين محي عنا يضع حلاله إلهي سبحانه وتعالى مركز دنبو وقلاني مركز درسي قصو سعدين وقلتك دونا إن شاء الله وتعالى إنها سنكسو قلانا دينا والله أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.